3 charges are placed as shown, Q1 4 nanocoulomb, Q2 5, Q3 minus 5 nanocoulomb, والA 1 meter. Calculate the total electrostatic potential energy of this system of charges. عايز الـ U total اللي هي مجموع الـ K في الـ Q داش مثلا على الـ R اللي بينهم. تعالوا نطبق. عندنا 9 × 10^9 Q1 Q2 1 مع 2 بينهم A مع A جذر 2A أو A جذر 2. بعدين Q1 مع Q3 1 مع 3 بينهم 2A، آخر حاجة 2 مع 3 2 مع 3 برضو A جذر 2 يساوي هنا نانو نانو يبقى سالب 18، تروح مع 9 تبقى سالب 9، الA بواحد ونضرب عادي يبقى 9 × 10^9، الA تطلع بره يبقى تقسيم 1 ضرب، نفتح بقى قوس Q1 في Q2 يعني 20 على جذر 2، Q1 في 3 4 ماينس 5 يعني ماينس 20 تقسيم 2، بعدين 2 مع 3 ماينس 25 تقسيم جذر 2، الجواب ككل ماينس 1.22 في 10^7 جول. The electric potential at point P، عايز ال V عن ال P، طبعا الاتنين دول كميات سكيلر، مجموع ال K في ال Q على ال R، نفس الشيء 9 × 10^9 Q1 على Q1 عبارة عن 2A مع A يبقى A جذر 5، Q2 على A و 3 على A برضو Q3 على A، 2 بخمسة و 3 بماينس 5 يكنسلوا بعض، يبقى ده كده يكنسلوا بعض، هنا 4 × 10^9 تتضرب في 9 × 10 يبقى 36، الA بواحد على جذر 5 16 فولت. بيقول the electrostatic potential energy of an electron placed at point P، عايز ال U عند ال P اللي هي Q في ال V، هيساوي ال Q بتاعت الإلكترون لسه ما اتغيرتش، يبقى هضرب في 1.16 × 19، 2.58 × 10^18 جول.